قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. فصل: وشرائط التيمم 5 أشياء. إذن هناك وضوء وهناك اغتسال، والوضوء والاغتسال إنما لإزالة الحدث الأصغر أو الأوسط أو الأكبر، وهذا التقسيم باعتبار ما منع، يعني الحدث ده بيمنع إيه من العبادات 3 والتاني 5 والتالت وصلوها 9، فيسموه أصغر وأوسط وأكبر. ولما أقول لك ليه تقول لي إيه؟ باعتبار ما منع، وتعمل إيدك كده عشان تبقى أزهار، لو ما عملتش إيدك كده تبقى شامي على طول. فإذا كان شاميا أزهريا يعمل كده شوية، يعني يبقى بين بين، يجمع بين الحسنيين. وأنا بقول شامي علشان الشيخ حسام مشرفنا النهاردة، وهو من علماء الشام الأبرار، هو ووالده وجده، يعني حاجة مشكلة الحقيقة، مشكلة، لأنه أجيال وراء أجيال اشتغلت بالعلم في كل جوانبه. وشرائط التيمم، شرائط جمع شرط، فعائل، فعل تجمع أيضا على فعائل. والشرط هو ما يستفاد من عدمه العدم، ولا يستفاد من وجوده لا وجود ولا عدم. والشرط كالركن، فالركن هو جزء الشيء الداخل في حقيقته، يبقى الجزء الشيء الداخل يبقى ركن على طول، في حقيقته المحقق لهويته. الهوية هي هو في الخارج، هو في الذهن، هو في الذهن، هو في الخارج، فسموها ايه؟ هو هو. وقلنا قبل كده اوعى تقول هاوية، يبقى هو هو على طول، يعني أعزك الله، إنما تقول إيه؟ هو، مش ها، هو، هوية بالضم، لأنها مأخوذة من هو هو، يبقى هوية. وشرائط التيمم 5 أشياء، يعني لا يكون التيمم إلا بهذه الشرائط. الشرط جزء الشيء الخارج، والركن جزء الشيء الداخل. يبقى الركعة دي ركن، والوضوء بالنسبة للصلاة هو الوضوء جزء من الصلاة؟ لا، يبقى شرط. استقبال القبلة شرط، طهارة المكان شرط، كل دي لأنها خارج الهيكل بتاع الصلاة نفسه. لكن التكبيرة ركن، القراءة ركن، السجود والركوع ركن، وهكذا.